أسماء بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي فيها مس ويعني وهذا المس ظاهر عليها بحيث أنها تتخبط وبحيث أنها غير يعني متزنة في تصرفاتها وفي أقوالها وفي أفعالها مثلا، هذا عيب يرد به النكاح. فإذا تقدم الشخص لامرأة لديها مس شيطاني وهذا المس يجعلها في حالة اضطراب وفي حالة يعني عدم سيطرة على النفس، هذا ما يصلح فيه النكاح، لابد أن يخبر الزوج، يقال لها المرأة فيها كذا وكذا. والأمر الثاني، إذا كانت المرأة لا ما يظهر عليها تخبط وما يظهر عليها كذا وإنما تسيطر على نفسها لكن فيه يعني يأتيها بعض الوساوس وكذا، أيضا يخبر الزوج، لأنه قد يظهر في حالة بعد الدخول عليها وربما يمنع استمتاع الزوج بزوجته، يعني يمنع كمال الاستمتاع أو يمنع الاستمتاع مطلقا، وهذا مضر بالحياة الزوجية. فيخبر الزوج يقول والله بنتنا هذه شوف طيبة الحمد لله ما فيها شيء، لكن أحيانا تأتيها حالات تبغاها ولا على ما قال أنت يعني أمرك بيدك، هذه بنتنا زين. الأمر الآخر، يعني إذا قال راقي من الرقاة هذه المرأة فيها مس شيطاني ما يسمونه بالعشق، وإذا عقد عليها شخص الآن ذهب عنها، طيب يعني يوجد بعض الرقاة يقول بهذا الكلام، يقول بعض النساء معها مس شيطاني عشق أو كذا، فإذا عقد عليها رجل صالح ذهب عنها هذا الأمر، طيب ما في بأس ما في بأس.